أسعد الله صباحكم أخواني متابعين صفحة كاكتوس جوردن على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. نلاحظ طبعا نمو البذور بشكل جيد، ولكن وردت العديد من الاستفسارات عن ظهور العفن في أعلى سطح التربة. طبعا في هذه الأجواء لابد من التوقف عن ري النباتات، طبعا المزروعة حديثا اللي هي البذور لابد من التوقف عنها ووضعها في مكان غير مباشر أشعة الشمس، وعند وجود العفن طبعا تم إخراج بعض البذور التي تم زراعتها ويوجد عليها طبقة كبيرة من العفن، لابد من إخراجها والعمل على تهويتها بشكل مباشر. ولا بد من تفقد البذور وعدم وجود طبقة العفن فيها، وفي حال وجودها لابد من فتح الكيس البلاستيكي وتهويتها. طبعا عند وجود احمرار في البذور الناتجة أو أجساد الصباريات الصغيرة لابد من تقليل أشعة الشمس، تكون أشعة الشمس الواصلة إلى الإناء الموجود فيه البذور أو المزروع فيه البذور عالية، فلا بد من تقليل أشعة الشمس المباشرة لها. طبعا عند فتح البذور لدخول الهواء لابد من وجود المكان التأكد من عدم وجود اللي هي الحشرات. نلاحظ نبش جميع البذور الموجودة طبعا من خلال النمل أو السحالي أو، وتقوم بحفر البيوت لها وقتل جميع البذور الموجودة. الانتباه اخواني لهذه الآفات ومكافحتها. دمتم بخير اخواني متابعين صفحة كاكتوس جوردن.